مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ جاسم مصطفى ونو مور، وخلينا نعرف اكثر. وجاي توكس. ليه عم بحكي كثير عن هذا الموضوع؟ لانه بصراحه ليتلي اللي عم بشوفه انه قرب كثير على الدول العربيه. حاليا في قطر وصلت عدد الاصابات ل 8 اصابات، وتشيز كانت امبارح اول شيء بلشت بثنتين، بعدين صاروا اربعه، بعدين صاروا سبعه، بعدين سو وصلوا 8 حالات، وتشيز عم ينتشر الحمد لله. اللي عم بقرأ انه من المطار وعم بيتم حجرهم من المطار، مش زي الاردن صار موجود عندك جوا الاردن له 10 ولا 20 يوم وانت مش عارف وين الله حاطك. المهم، وفي الاردن برضه قرأت انه تم الكشف او معرفة حالات اصابة جديدة، يمكن حالتين او ثلاثة جداد. سو الموضوع مهم. اللي بدي احكيه قبل ما ادخل في معمعة هذا الفيديو انه نتنياهو اعلن انه بده يفرض السيطرة على غور الأردن في القريب العاجل. هو وين ونحن وين؟ بس حاول انك تربط المواضيع مع بعض براحتك زي ما انت بيعجبك. نرجع لموضوعنا اللي انا بدي احكي لك اياه، ايش هي الاعراض اللي انت لو شفتها سواء لا سمح الله على حالك او على الاشخاص اللي حواليك تعرف انه ها احتمال انه الموضوع مشكوك فيه والله يستر من اللي راح يصير. اول شغلة، اذا لاحظت سعلة غريبة على اشخاص حواليك فهذا ممكن يكون من الاعراض تبع فيروس او الاصابة بفيروس كورونا. الشغلة الثانية الصداع، اذا عندك صداع لا سمح الله او اللي حواليك بيشكي من الصداع فهو برضه دلالة او عرض من الاعراض اللي ممكن انه تكون لفيروس كورونا. كمان في ضيق التنفس، يعني انت ما تروح تشوف اي حدا بيسأل فانتهى الموضوع، او حدا عنده صداع فانتهى الموضوع، لا، عندك السعال، الصداع، ضيق التنفس، وكمان في عندك شغلة كتير ضرورية، ارتفاع درجة الحرارة تبع البني آدم. هذا من الساينس اللي كتير مهم انه نلاحظها. هلا غيرهم كمان في عندك التهاب الحلق، في عندك كمان الالتهاب الرئوي، وفي عندك كمان الرشح. سو عم نحكي عن صداع، سعال، ضيق تنفس، التهاب بالحلق، التهاب رئوي، والرشح. هدول من الاشياء اللي كتير مهم انك انت تلاحظها. كمان في عنا علامات تانية زي الاسهال، الاسهال كمان يعتبر من العلامات اللي ممكن انها تكون بسبب فيروس كورونا. وبعد كل هدول بحب احكي لك انه القيء كمان من العلامات الموجودة على الاصابة بفيروس كورونا. سو هدول كلهم اذا بتمسكهم، اذا في منهم علامات كتيرة في نفس الشخص فهو لا سمح الله ممكن يكون مصاب بهذا الفيروس. في حالات متقدمة من هذا الفيروس بحكي لك انه ممكن يصير التهاب وسوري فشل كلوي، يصير فشل كلوي. في الحالات المتقدمة من الإصابة فيروس كورونا ممكن يصير الفشل الكلوي، ممكن يصير التهاب رئوي حاد. هيك أنا بكون شملت كل الأعراض اللي ممكن تكون تنبئ عن الإصابة لا سمح الله بفيروس كورونا. وبما أنه وصلت للبلدان العربية وعم تنتشر فأرجو من الكل الملاحظة على هاي الأعراض، خاصة للصغار. يعني الصغار ما ممكن انك انت تتبع لهم كتير، فبليز خلينا نتبع مع الصغار. هلا بعد ما حكينا شو الاعراض، خلينا نحكي ايش ممكن تكون طرق الوقاية هيك بشكل بريف سريع، وممكن ان نعمل فيديو تاني مفصل عن الموضوع، بس خلينا نحكي عنه. اول شغلة بدي احكي عنها انه لاني حكيت في فيديو قبل انه من خصائص هذا الفيروس انه بعيش على الاسطح المعدنية لمدة 12 ساعة، سو حاول لا تلمس الاسطح المعدنية. واذا عندك اسطح معدنية في البيت فحاول دائما انك انت تنظفهم وتطهرهم، تعرضهم لدرجة حرارة مثلا، تنظفهم بالماء الساخن او تذر، لانه الفيروس بيعيش لغاية ما تتعرض لدرجة حرارة 26-27 درجة مئوية، بيعيش على الملابس لمدة 9 ساعات. خلي ملابسك دائما مغسولة مطهرة وتعرض للشمس لمدة ساعتين، كفيل بانه هو يقتل الفيروس، او تغسلها بالماء الساخن برضو كفيل بانه هو يقتل الفيروس. على الايدين بيعيش لمدة 10 دقائق اذا انت لمست اسطح معدنيه او لمست شيء شكيت انه ممكن يكون ملوث او واتيفر. سو خلي معك سانيتايزرز او خلي معك مطهرات للايدي واستخدمهم، وكمان اكيد غسل ايديك بشكل متتالي خلال النهار. اللي قرانا وسمعناه دائما عن الفيروس انك انت خلي الريق تبعك رطب، اشرب مي منيح او توضى او واتيفر، المهم خلي الريق تبعك رطب، تعرض لاشعه الشمس كل فترة والتانية، ما تضلك قاعد في المكتب تبعك، حاول انك تطلع لبرا. انا بعرف انه في اماكن كتير زي احنا هلا موجودين في دولة قطر كمان شوي بتشوف الدنيا سلامتك، بطل نقدر نطلع برا، بس الحلو انه ما بعيش في المناطق الحارة. شغلة كثير مهمة، الكمامة. يعني انا مش لابس كمامة هلا في الفيديو وهيني طالع برا، بس انا لسه ما اشتريت كمامة، فانت اكيد اشتري كمامة
وخليهم عندك واستخدمهم. وباي ذا واي الكمامه فيها طريقه لللبس، انك انت ما تعدي الشخص اللي قدامك او انك انت ما تنعد من الشخص اللي قدامك، فجوجلت عشان تعرف انت كيف تلبس اصلا الكمامه. الشغله اللي بعد الكمامه انه ان كيس ما عم تستخدم الكمامه، فارجوك في حاله العطس او السعال استخدم الفاين او المحارم او الكلينكس او وات ايفر بتسموه او التيشوز، استخدمهم عشان ما تعطس على ايدك لا سمح الله، وما تعطس على الناس كمان يعني. اكفي خيرك وشرك. شغله كتير ضروريه يعني من النصائح اللي برضو لقيناها، انه تجنب انك انت تلمس العينين الانف الفم، لانه بيعيش على الايدين 10 دقائق، واذا لمست سطح فهو راح يضل عايش. فاذا لمست عينيك او ايديك او سوري او فمك او فمك او لمست انفك، فانت معرض لهذا الفيروس بشكل اكبر. ليتلي سوري على هذا المقطع، بس قرات انه ممكن ينتقل في اخراج من اخراج الريح، يعني قرف وفيروس. فاذا مضطر على حمام ارجوك روح على الحمام عشان الناس اللي حواليك يعيشوا بنظافه وبسلام. من النصائح اللي برضو قراناها انك تتجنب الاماكن المزدحمه، اذا مش مضطر تدخل على مكان مزدحم فلا تروح عليه. شغله انا صراحه بنصحها للكل، الوقت الحالي ما حد يسافر، يعني لا تروح لا بلد فيه فيروس كورونا ولا تروح على بلد ما فيه فيروس كورونا. يعني اذا انت مش مضطر تسافر ما في داعي تطلع اجازه وتستجم في هذا الوقت، اجلها، لانه كل اللي عم بيسافروا عم بصير عندهم مشاكل او احتمال يصير عندهم مشاكل. فارجوك انا انه تلغي موضوع السفر الوقت الحالي بقدر الامكان. اذا كنت مضطر للسفر فخذ كل الاجراءات الاحتياطيه اللي احنا كنا عم نحكي عنها او اللي كنت عم بحكي عنها في هذا الفيديو. من الاشياء اللي كثير ضروريه اكيد الحمضيات والفيتامين سي، فحاول انك تشرب، لانه هو اصلا جنرال يعني منيح لاي شيء في فيروس. سو اشربوا برتقال، اشربوا ليمون، لطيفين اولاد عالم وناس. والشغله اللي بعدها، اذا في حدا مصاب او في حواليك حدا بتعرفه او ما بتعرفه او كذا، حاولوا انكم انتم ما يصير في اتصال مباشر بينكم وبينهم. يعني يفضل انه لا ما تسلموا بالايد، ما تقبلوا، ما تحضنوا، ما 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 الى اخره. سو انا ارجو انه ما حدا يعرض حاله لهذا الموضوع. انا بعرف انه الموضوع كثير صعب انك انت تتجنب السلام بالايد، انا لغايه الان مش قادر اتجنب السلام بالايد مثلا، لانه خلص هيك احنا طبيعتنا كعرب. بس حاول as much as you can، اذا ما قدرت طهر ايديك قبل وبعد عن جد، يعني الموضوع مش بسيط زي ما الناس تتخيل، واذا كان بسيط فانت عم تقي حالك منه، يعني بكل الاحوال انت مستفيد من الموضوع. واحدة من النصائح اللي برضو قرأناها ووصلنا لها انه ممارسة النشاط الرياضي والنشاط البدني واخذ قسط كافي من النوم. ما بعرف شو علاقتهم بالفيروس، بس هو يوجوال اللي يصاب بالفيروس او بالرشح او بالانفلونزا، فانت مضطر انك انت تعرض جسمك لدرجة حرارة، دفي حالك بحكي لك او اعرق او مش عارف ايش، وانك انت تريح حالك وتنام. بس هون بحكي لك كمان انك تمارس النشاط الرياضي او البدني يمكن لرفع درجة حرارة الجسم لحتى تتخلص من هذا الفيروس، لانه ما بيعيش بدرجة الحرارة اللي عالية. ان جنرال كمان من النصائح انك تحافظ على النظافة الشخصية والعامة وما تروح على اماكن مروفة او وات ايفر. وفي شغلة عندنا احنا عاد العرب اللي هي الفنجان تبع القهوة السادة او الكاس، يعني ما تشرب من ورا حدا، من الاخر يعني مش حتفلسف عليك. انويز النصائح انا اخذتهم من عدة اماكن من عدة مواقع، منهم جوجل ومنهم اليونيسيف ومنهم المنظمة ومنهم وزارة الصحة ومنهم كمان قناة المملكة ورؤية والى اخره. كل هدول انا جمعت منهم الزبدة خليني احكي، وحاولت ان احطها بفيديو لحتى ينتشر باكبر قدر ممكن. اوكي، من النصائح الثانية اللي انا بدي احكي لك اياها انه حاول تجنب الاتصال بالحيوانات، مع انه في اخبار انه بحكي لك انه مش مصدره الحيوانات، هو اصلا لا ينقل للحيوانات، بس بكل الاحوال ما حدا عارف راسه من اجري بهذا الفيروس. سو منيح انك انت ما او تتجنب الاتصال بالحيوانات. عدم السفر حكيناها. في شغله بحكي لك لا تستخدم المضادات الحيويه لانها ما راح تقتل الفيروس، سو ابعد عن المضادات الحيويه. بس الاردن بحكي لك احنا جايبين العلاج هيو ما بعرف من وين، ان شاء الله يعني انهم يطلعوا صادقين. وبرجع بذكرك بعد كل هالميمعه انه نتنياهو بيحكي لك بده يفرض السيطره على غور الاردن في القريب العاجل، ان شاء الله ما راح تقدر تعمل هيك. انه نشير هذه الفيديوهات لفائدتها العامه اللي كثير مهمه بهذا الوقت، ويا ريت لو نعمل لايك للفيديو، لانه اللايكس بخلي اليوتيوب لحاله يقترحه للناس التانيين اللي ممكن يستفيدوا من هذا الفيديو. واذا حابب انك انت تتبع معنا بهذه السيريز فاعمل سبسكرايب وانيبل للنوتيفيكيشن بيل، وفي فيديوهات تانية على التشانل ممكن انها هي تفيدك وتفيد ناس انت بتعرفهم. ولهون بوصل لاخر الفيديو بحكي لكم
بالسلامة، وإن شاء الله أي حدا مصاب أو أي ناس أصيبت بهذا الفيروس إنها تكون سالمة غانمة وإنها تشفى من هذا المرض، وإن شاء الله الله يعافي الكل وما حد يصاب بهذا المرض. شكرا لكم، يعطيكم العافية، وأشوفكم فيديو جديد.